الذين يظنون انهم ملاقو ربهم، الركعه الاولى يتاكدون يتيقنون انهم ملاقو ربهم. انت في الصلاه هذا لقاء، نعم، واللقاء في القيام الاول في الفاتحه، وانهم اليه راجعون. جاء الركوع الذي يرمز للرجوع، نعم، وهذا الركوع هو لعظمه الله. اما الركوع فعظيم في الرب، وهذا الموت دليل عظمه الله، لأن الله حي لا يموت. صحيح. والإنس والجن يموتون. صحيح. لذلك كما ذكرت بعد ما ذكر الله الموت وأحواله، فمن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، ومن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، ومن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا له حق اليقين. أي ماذا تفعل؟ سبح باسم ربك. هذا مكان التسبيح باسم ربك العظيم. أين هو؟ صحيح، في الركوع طبعا. سبحان ربي العظيم وبحمده. أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. التقيت به في القيام ورجعت إليه في الركوع. عجيب. هذا الموت. ثم الرجوع إليه بدايته الموت، والموت بعده قيام آخر. صحيح. وهذا القيام هو قيام الحمد. سمع الله لمن حمد، لمن حمده في الدنيا. وحتى في السجود تجد أن الله يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لماذا؟ لأنهم كانوا يدعون إليه وهم سالمون. هذه الدعوة وهم سالمون في الدنيا، كما أنهم كانوا يدعون للحمد وهم سالمون، وهذا الحمد في الدنيا. فمن قام في الصلاة القيام الأول بما فيها واستشعر الموت، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الحديث صلي صلاة مودعين، يعني منتقل إلى الآخرة. صلي صلاة مودعين، يعني اجعلها آخر صلاة تصليها وبعدها الموت. عجيب. أو أثناءها الموت. نعم. فهذا يعني من باب الربط. نعم. نعم. وكذلك في 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 سورة الفاتحة عند قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك الرحمن الرحيم. نعم. ثم التوحيد الحمد لله رب العالمين. قلت الحمد، هذه الآية تناسب الحياة الدنيا، لأن الله عز وجل ذكر أن الحياة الدنيا كلها بسماواتها وأرضها وما فيها هي مسبحة بحمد الله رب العالمين. كما قال تعالى وإن من شيء لا يسبح بحمدي، فمن حملت العرش وهم على شيء إلى يعني أدنى شيء في هذا الكون، الكل مسبح بحمد الله عز وجل رب العالمين. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، ربكم ورب آبائكم الأولين. طيب السماوات والأرض وما بينهما هذه الدنيا، فأصبح قولك الحمد لله رب العالمين مناسبة لحال الدنيا، تسبيح الكائنات كلها له، كما أنها أيضا مناسبة لحال الآخرة، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فهذا الحمد لله رب العالمين. الآية الأولى تناسب القيام الأول، والركوع كما ذكرت أنه رمز للموت تناسبه الآية الثانية الرحمن الرحيم. إحنا عندما يموت واحد تلقائيا نقول هو يحتاج إلى الرحمة، لا نرتحم. لا صحيح. تلقائيا يعني الموت أصبح يعني مربوط بالرحمة. وفلان رحمه الله. والبعث بعد الموت، هذه الحياة بعد الموت أصلا تناسبها مالك يوم الدين وملك يوم الدين. صحيح. يوم الدين لمن الملك اليوم؟ لله. يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين. إيه صحيح. يوم لا تملك نفس لنفس، لا تملك نفس لنفس والأمر يومئذ لله. صحيح. يوم يقوم الناس لرب العالمين. لرب العالمين. فمن كان منهم في الدنيا حمد فقد سمع الله حمده في الدنيا ويجازيه عليه في الآخرة إن شاء الله. فجاءت سمع الله لمن حمده. وهنا تجد في الآخرة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أهل الثناء والمجد وكلنا لك عبد. هذا هو تطبيق السنة للكتاب. الأول الحمد لله كلام الله، والثاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الصلاة جمع بين الكتاب والسنة. فالركعة الأولى قرأت الفاتحة، والركعة الثانية قرأت معاني الفاتحة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما تقول ربنا ولك الحمد فهذا معنى الحمد لله رب العالمين. أهل الثناء الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، والمجد مالك يوم الدين، مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، كلنا لك عبد. صحيح. وإياك نستعين، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هو في الفاتحة دوما، هو نفسه خلاصة الفاتحة. نعم. لكن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وداخل الصلاة
لتعلمنا الصلاة أن الكتاب والسنة لا ينفكان أبدا. أوتيت القرآن ومثله معه حتى في الصلاة. زين حتى هذه أيضا ملمح وحدوي بين القرآن والسنة في الصلاة، فالصلاة موحدة في كل شيء. موحدة في كل شيء. طيب خلينا نستريح قليلا في سؤال قد يراود بعض المشاهدين لأنه ينبهرون تماما بعطائك سواء في قنوات المشرق الإسلامي، قنوات الرسالة، وفي قناة الرسالة أيضا موريتانية. يسألون دائما ما قصة محمد علي الشنقيطي مع القرآن، كيف وصل إلى هذه التأملات، ويعني ما قصتك مع القرآن؟ الله أكبر، قصة عظيمة. القرآن كتاب أنزله الله لتتدبر آياته، هذا الهدف الأسمى، ليتدبروا آياته. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه الآية كانت هي سر توجهي لهذا. نعم. علمت أن أقفال القلوب لا تفتح إلا بتدبر القرآن. وأن كل آية عندما يعني تتدبر فيها يفتح الله عليك فتحا على قلبك فيها، لأن القرآن قرآن أصلا ينزل على القلوب ولا ينزل على الأذان، كما في النص التنزيل، كما في النص نزل به الروح الأمين على قلبك. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، عرفت؟ لكن من وصل القرآن إلى قلبه، فإما أن يكون هذا القلب مقفل فلا يفهم، وإما أن يكون مفتوح، فعلى قدر التدبر يكون الفتح، تنفتح المغاليق يعني. تنفتح المغاليق. فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، يعني أم هنا قيل بل، يعني بل على لإضراب من هذا المعنى إلى معنى أخطر منه، يعني بل على قلوب أقفالها. فإذا فكت الأقفال وصلت الآيات إلى شغاف القلوب فجاء الفهم. وسبحان الله استوقفتني آية، سبحان الله، كانت أيضا ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون، فلاحظت فعل المضارع يتدبروا يتدبرون، المضارع يدل على الحال والاستقبال، والاستقبال ما عليك إلا أن تبدأ. فإذا بدأت ففي الحال سيبدأ الفتح ومع الاستقبال يتشدد ويتوسع ولهذا عائشة رضي الله عنها وبل أكثر السلف تجد الواحد يأخذ آية طول الليل يقرأها ويرددها ويقرأها ويرددها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يذكر في ترجمته قال كنت أقرأ في الآية الواحدة أكثر من 100 مجلد فلا أزداد فيها علما. عجيب، لأنه يتدبر. قال فأخر ساجدا وأقول يا معلم الأنبياء علمني ويا مفهم الأنبياء فهمني. قال فلا أرفع رأسي إلا وقد فتح الله علي فيها علما لم يسطر في كتابه. ما شاء الله. نعم. طيب إذن لنصل إلى هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الدلالة ما بين الإيمان الذي بدأت به الآية وبين الفرض والكتابة كتب عليكم. جميل جدا. الله عز وجل قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. وآمن هنا فعل ماضي. يا أيها الذين آمنوا فعل ماضي. قالت الأعراب آمنا بفعل الماضي، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. فأصبح الناس مع الإيمان على ثلاثة أحوال، مؤمن بالماضي وعلى رأس هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام معه والمؤمنون، ومسلم في طريق إلى الإيمان، ومنافق ليس له إلى الإيمان سبيل. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فانظر كيف نفى الإيمان عن المنافقين وأثبته للمؤمنين، وقال للمسلمين لما، يعني جايكم في الطريق. إذن أيضا قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجعل الاستجابة
له سبحانه وتعالى هي من عباده، وجعل الإيمان به هو من خصائص عباده، فلم يجعل أوامره تتوجه إلا لمن آمن به إيمانا حقيقيا. فهؤلاء هم المخاطبون بالشريعة. لذلك لا تجد يا أيها الذين أسلموا، تجد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا خطاب عام، لكن غالبا الأوامر التكليفية لا توجه إلا للمؤمنين. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله عز وجل يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرع لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى. صحيح، لأنه المؤمن هو الذي يستجيب، هو الذي يسمع. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، محل تنزل القرآن القلب. صحيح، وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزيد بالطاعة، يعني إذا ذكرت الآيات أطاعوا الله بما في الآيات فازداد الإيمان. هؤلاء هم الذين تنزل السكينة على قلوبهم، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الفئة المؤمنة، في القلب دائما حاضر في هذه الآيات الإيمانية. نعم، دائما حاضر. إذن يا أيها الذين آمنوا، عندما يأتي الأمر الصعب غالبا ما يوجه الخطاب فيه للمؤمنين، الأمر الصعب مثل، وغالبا يأتي بصيغة الإلزام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. القصاص، قصاص قتل صعب. صحيح، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية عند الموت صعبة. صحيح، كتب عليكم القتال وهو كر لكم، كتب عليكم الصيام. شوف، هذه كتبة في أربع آيات. صحيح، كتب القتال، كتب القصاص، كتبت الوصية، كتب الصيام. هذا لو كتب على غير المؤمنين لما تحملوا. طيب، قبل أن نتجاوز السياق الأول، سياق الإيمان، فقط من باب الطرافة أيضا، الكثير من الناس عندما يدعى مثلا أهل الدعوة، عندما يذكرون البعض يقولون اذهبوا إلى غير المسلمين فنحن مؤمنون أصلا وكذا. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا. العلاقة هنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، إذن المقصدية العميقة في هذا الأمر كيف تفهم؟ هو الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يعني يا أيها الذين قلتم قول الإيمان وفعلتم فعل الإيمان، نعم، طبقوه باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، قلتم اعتقدتم الإيمان وقلتم مقتضاه وعملتم بأوامره، إذن خذوا فعلا فافعلوه، أو خذوا قولا فقولوه، أو خذوا معتقدا فاعتقدوه. فهم يفرحون بما يزيد الإيمان. لذلك كانت سور القرآن إذا نزلت فرح بها المؤمن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. نعم، فهم الذين آمنوا، فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، لأنهم وجدوا حلاوة الإيمان. نعم. طيب، إذا نصير إلى السياق الثاني، كتب عليكم الصيام. كتب عليكم الصيام، كتب بمعنى فرض، والله عز وجل ولله المثل الأعلى. نضرب لك مثال بسيط وللسادة المشاهدين. إذا كان هناك منة أحد تمن عليه، أرقاج مثلا تمن عليه، يعني شيء العبارة بالحسانية تتفضل عليه، تفضل عليه، والله فلان ذاك تقد تامر عليه. نعم، عرفت إيه؟ عندك اللي هي يد بيضاء على، يعني يقول فلان نتكلم عنه ما يخالف أمري. يا أيها الذين كتب، وكتب هنا جاءت فعل مبني للمجهول، من كتب؟ الله طبعا. لماذا ما قال يا أيها الذين آمنوا كتب الله عليكم الصيام؟ لماذا؟ نعم، هنا سؤال مطروح. ومثل كتب عليكم القتال، كتب عليكم القصاص، قضية ثقل. إذن قضية هنا فيها شيء من الثقل و النفوس. نعم، يعني صعب تتبرم عنها. نعم، أن تترك شهواتها. نعم، ثقل ثقيلة.
والله سبحانه لأن علي يكون اكتشفت بعض السر فعلا. نعم. فلما كان المسألة فيها ترك شهوات وملذات وأمور عجيب بني الفعل للمجهول يحتج بذكر الله تبارك وتعالى هنا. عجيب. الشر ليس إليك. عجيب صحيح طبعا. مثل قوله في الفاتحة غير المغضوب عليه. عجيب. بينما النعمة قال يقول اللي غضبت عليهم هذا شيء من قلة الأدب يعني. نعم. فلا ننسب الغضب له وإن كان الله غضب على اليهود. غضب الله عليهم ولعنهم وعد. بس السياق هذا بما أنه متكرر على الألسن فلا نقول غضبت عليهم. احنا نخاطب الله منتهى الأدب المغضوب عليه. لأن من غضب الله عليه كل شيء غضب عليه. صحيح. والله إذا كتب الشيء خلاص كتب انتهى. من كتبه هو الله سبحانه وتعالى. وهذا السر الذي سيتوصل له المؤمن أن الله كتب عليه هذا الشيء وهو يكرهه لكن فيه خير. عسى أن تكرهه شيئا وهو خير لك. الصيام نحن نكرهه في البداية. ويكره الإنسان القتال ويكره الإنسان القصاص أن يقتل. لكن هو خير لكم. ولكم في القصاص حياة. لو ما قصيت هذا القاتل غدا يقتل آخر وآخر وآخر. فقتله حياة لمن صحيح. كان سيقتله من بقي حيا. وكذلك الصيام فيه أيضا خير عظيم. صوم تصح فيه أشياء كثيرة في الصيام. فعليه بالصوم فإنه لو وجه عدم لي هذه الموائد الكثيرة الطيبة. كثير من الناس يتشوق إلى رمضان حتى يعني يعيش هذه بحبوحة. نعم. كتب عليكم الصيام وكتب عليكم. يعني كلمة عليكم هنا ولم يقل كتب لكم. هذا الاستعلاء. نعم الاستعلاء. الصيام لله. كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وأنا أجزي به. فلما كان الصوم لله كان علوا للعبد أن يتصف بفعل وعمل هو خاص بالله. الله عز وجل سبحانه وتعالى صمد. والصمد هو مقصود بالحاجات. لا هذا التفسير تقريبا التفسير الثاني. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نعم نعم. مفسر في السورة نفسها. نعم نعم. ليس هنالك أي شهوات. الملائكة الكرام ليس لهم أي شهوات. لا أكل ولا شرب ولا شيء من هذه الشهوات الأخرى. فلذلك كان الصوم علو يعني اتصاف بصفات الملائكة الذين هم الملأ الأعلى. جاءت عليكم. عجيب. حتى أن هذا الأمر يعلو بكم. لأن الصوم لله ولأن الصوم فيه صفات ملائكة الله في ملائه الأعلى. نعم في الملائه الأعلى. فالمؤمن إذا صام ارتقى. فإن سابه أحد الأوقات فليقول إذ امرؤ صائم. صحيح. وذلك مريم بنت عمران لما أراد اليهود أن يضعوا من شأنها لقد شئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. تعالت عليهم بالصيام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فارتفعت بصمتها. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كتب عليكم الصيام. الصيام طبعا في اللغة الإمساك والسكون عن الحركة. تقول خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمة. وتقول صامت الريح إذا سكنت وصامت الشمس إذا انتصفت كبد السماء. فهذا الصيام صيام السكون. النفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا إذا صام صاحبها توقف أمرها. هذا يؤكده حديث الزواج. نعم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرش. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. صوم يضيق العروق مجرى الدم في العروق والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فلا يجد ما يجري فيه. لا يجد طريقا. عجيب. يا لحكمة الله. كتب عليكم الصيام. ولماذا قال الصيام ولم يقل الصوم؟ هذا أيضا سر آخر. نعم. كل كلمة من القرآن فيها سر. فيها سر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولم يقل كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم. قاعدة لغوية تقول كل زيادة في المبنى
تدل صحيح. على زيادة معنى جديد صحيح. فهل الصيام مثل هو الصوم أم لا؟ ما رأيك؟ الصوم فيه شيء من القطع، شيء من البتر، شيء من كما تفضلت السكوت، ولكن يبدو أن الصيام له دلالات أكثر واتساعا. هذا فهم فقط تلميذي ليس هذا فهم جميل إن شاء الله. الصيام هو فيه مبالغ في التشديد، صيام صيام وفي شدة، صوم في خفة. عجيب. إني نذرت للرحمن صوما، ما قلت صياما. لماذا؟ لأنه سكوت سهل. نعم. لكن صيام في سكوت وفي امساك عن طعام، في امساك عن الشراب، وفي امساك عن المرأة، ففي زيادة. صحيح. نعم. صحيح. في زيادة مشقة. فزادت يعني إيقاع الكلمة له دلالته. نعم. زاد التشديد على الياء، وهي حرف علة من حروف علة. نعم صحيح. ومدوا الألف. والألف بعدها ليدل على أن هذا الموضوع فيه مشقة، لكن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ أيضا فيه أيضا ما فيه كما هذه التسرية وهذا التحضير النفسي، يعني لم نظلمكم لأن خصصناكم بهذا الأمر، فقد كتبناه على الذين من قبلكم. وفيه فتح روح المنافسة بين هذه الأمة أيضا والأمم السابقة. فكان الله يقول قد كتبنا على الأمم السابقة الصيام، وقد كتبنا عليكم كما كتبناه عليهم. فماذا ستفعلوا؟ طبعا الأمم السابقة أمة موسى كتب عليهم الصيام فزادوا فيه على ما أوجب الله، ثم تركوه، شددوا على أنفسهم، ثم في النهاية تركوا الصوم وأدخلوا فيه أنه صوم عن الكلام وليس صوم عن الطعام، ثم نقلوه من شهر إلى شهر حتى اختصروا على يوم واحد هو يوم عاشوراء. عجيب. كان 30 يوم زودوها 10. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى ب نعم نحن أولى بعشرة. لم يحافظوا إلا على صوم يوم واحد هو يوم عاشوراء. نعم. والنصارى كتب عليهم الصيام فما حافظوا إلا على الصوم عن الكلام فقط، صيام مريم. وإذا تجد الآن النصارى يقول ساعة صمت. صحيح. هاي يسموها صيام على روح فلان، على روح فلان. هذا صيام عندهم. عجيب. هذا أيضا نبشت فيها، وهي فعلا الكثير من الناس أن يفهمها بدلا أن نقول نقرأ الفاتحة عندما نقول كما نقول على روح الشهداء، هم يقولون ساعة صمت. نعم. نقوم يعني القيام هذا صيام. صحيح. لأنه سكون. نعم. بصمت فيقفون صامتون هذا صيام. والغريب أن بعض المسلمين يحاكيهم في ذلك. هذا خطأ. نعم. إذن كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما أجمل لعلكم تتقون هنا، كأنها غاية الصوم. لن تستطيع أن تكون متقيا ما لم تمسك بزمام النفس، وهو الصوم في النهاية. ولن تمسك بزمام نفسك حتى تقف في طريق شهواتها. نعم. وهواها. ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضا، وإن تفطمه ينفطمي. النفس تفطم في كل عام، نفس المسلم يفطمها في كل عام مرة في شهر رمضان، شهرا من كل 12 شهر يفطمها عن شهواتها فتستجيب لله، ثم يأخذ مقودها طيلة العام، فإذا خشيا تتجبر عادة للصوم فاستقامت نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. لعلكم. ولذلك الشرع صوم ثلاثة أيام من كل شهر، والرسول صلى الله عليه وسلم استحسن للناس صوم داود يوم. هذا سيأتيك في الآية اللي بعدها. لعلكم تتقون أياما معدودات. يعني في عشرة شوي. أياما معدودات هي محل هذا الكلام. صحيح. لأن أياما معدودات هنا قيل أنها أول الصيام كان أياما معدودات. كان ثلاثة أيام من كل شهر. وقيل أياما معدودات أنها أيام العمر. عمرك في الدنيا أصلا أيام معدودات، وفرض عليك فيه الصيام وهو أيام معدودات في عمرك. يعني عندما تعد عمرك كم أيام الصيام من عمرك كله؟ عجيب. أيام معدودات قليلة تقريبا. وقيل أن أياما معدودات المراد بها هي أيام الشهر 30 يوم، وهي أياما معدودات.
وصحيح أن أيام معدودات هي 3 أيام من كل شهر وأن هذا الفرض الأول، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها ويوصي بها كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى وأن أصوم 3 أيام من كل شهر. وكان هذا في السنة الأولى من الهجرة. ثم لما جاءت السنة الثانية من الهجرة نزلت آيات الصيام ونزل النسخ. نسخ هذه الآية أياما معدودات بآية شهر رمضان الذي نزل في القرآن. ويذكرون في أصول الفقه أن هذا باب النسخ من الأدنى إلى الأعلى. تعلم النسخ درجات، فيه نسخ المثل بالمثل ونسخ الأعلى بالأدنى ونسخ الأدنى بالأعلى. ويضربون له مثال بنسخ 3 أيام بشهر. وهذا فيه توجيه ضمني، لأن الحسنة أخبرنا عنها بكم؟ 10. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ممتاز. كانت 3 أيام من كل شهر ضرب 10 ضرب 10 تساوي كم؟ تحصل 30. صحيح. كأنك صمت. لكن أنا أسألك سؤال الآن. لو أخذنا 12 في 3 كم تكون؟ 12 في 3 36. 36. نعم. 36 أحسن والله 30. أحسن 36. هاي جات 6 اللي جات 6 شوال. صحيح شوال. ستيت كما يقول ستيت كما يقولون. فستة وثلاثين متفرقة خير منها 30 مجتمعة تربويا. وأيضا شهر كامل تقرأ القرآن فيه وتتقرب إلى الله عز وجل بصيامه وتتشبه بالملائكة وتستعد لليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر. لو لم يفرض رمضان كاملا لضاعت ليلة القدر. عجيب. لأن 3 أيام من كل شهر ممكن تأخذها من أوله وممكن تأخذها من وسطه ممكن تأخذها من آخره، وليلة القدر في شهر رمضان قطعا إنا أنزلناه في ليلة مباركة وإن كانت نكرة. صح. إنا أنزلناه وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشكل عام شهر كامل. ثم قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، عرفنا أن ننزل في الليل. ثم قال إنا هو في ليلة واحدة أيضا ليلة واحدة لما جاءت ليلة القدر، فعلم أن هذه الليلة في رمضان، فأصبح صيامه وقيامه بالتأكيد من صامه وقامه فقد قام ليلة القدر. وهي خصص أيضا بالحديث: من قام رمضان إيمانا وحسابا غفر ما تقدم منه. نعم. ومن قام ليلة القدر أيضا إيمانا وحسابا غفر ما تقدم منه. فهي تعدل رمضان كله. صحيح. ويتعدل 83 سنة. 1000 شهر. ايه؟ قيل 1000 شهر رمضان. يعني ألف شهر من رمضان. ليس شهرا عاديا. لا ليس شهرا عاديا. رمضان هذا لو عديته 1000 شهر يعني 1000 سنة، لأن رمضان يأتي مرة واحدة في السنة. صحيح. فأصبح كم سنة؟ معنى جديد غريب جدا. أصبحت 1000 سنة. صحيح. فألف سنة يعني من يعيش 1000 سنة؟ 1000 سنة 10 قرون. هذه الليلة وحدها خير منها. عجيب. شفت كيف؟ فلذلك كان النسخ ب30 يوم خير لنا من 3 أيام كل شهر. صحيح. وإن كان النسخ من الأدنى إلى الأعلى لكن من جهة أخرى فيه فضل عظيم. عسى أن تكره شيئا وهو صحيح. خير لك. سنعود إلى الصوم وكتب عليكم الصيام وكما كتب عليكم التقون والأيام المعدودات، وسنعرف أيضا المناظرة ما بين أيام معدودات وأيام معلومات في ولكن قبل ذلك خلينا تستهوينا قضية ليلة القدر. يقال إنها أظهرت للرسول صلى الله عليه وسلم فحصل ما حصل ثم رفعت، وجاء ذلك التوهيم الجميل جدا أنها الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف لها 10 الأولى ثم اعتكف 10 الأوسط ثم جاء وقال أريت أنها ووصف يوما فيه طين وماء إلى غير ذلك. صح. أولا نقرأ في إخفاء هذه الليلة المباركة العظيمة. سبحان الله. ليلة القدر سميت بليلة القدر لأنها ليلة ذات قدر عظيم عند الملأ الأعلى والملأ الأدنى، فهي قدرها عند الملائكة عظيم تتنزل فيها، وقدرها عند المؤمنين عظيم، وهي ليلة قدر لمن قامها، يعني من قام ليلة القدر عظم قدره عند الملائكة وعند عباد الله عز وجل، وهي ليلة قدر من باب القدر وهو الضيق. ومنه قول الله عز وجل: فظن أن لن نقدر عليه. ومن قدر عليه رزقه أيضا أن لن نضيق عليه. زين. حتى من قدر عليه ضيق عليه. وهذا الضيق قيل الضيق في الأرض لأن الملائكة تتنزل فتضيق الأرض بهم. أكيد. فهي ليلة قدر، يعني ليلة ضيق في الأرض من كثرة الملائكة. عرفت. هذه الليلة العظيمة سرها ربما أيضا
أنه فيها يفرق كل شيء كل أمر عظيم، فكان ذلك قدرا حكيم. أيضا نعم فيها يفرق كل أمر حكيم حكيم نعم أمر العام كله نعم صحيح قدر العام فيها برنامج نعم. ذلك العام كله نعم. هذا أيضا من أسباب تسميته بليلة القدر نعم. المقادير العام نعم. تفرق فيها يفرق الله على الملائكة عجيب ملائكة هي. الأرزاق ملائكة الموت ملائكة إلى آخره نعم. العجيب فيها أن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة فهي مباركة ليلة قدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بين ربي من كل أمر كثير من الإنسان يبحث عنها أنا من خلال تأملات في القرآن اكتشفت أنها ليلة 27 أكيد أكيد نعم نعطيك الأدلة من القرآن نعم هذا كان مؤكد عندنا في البوادي ولكن خذ الدليل نعم فيه سورة سورة القدر قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر هذه السورة من حكمة الله أن عدد كلماتها 30 كلمة عجيب وهي رقم 27 شو مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر هذه 5 وما أدراك ما ليلة القدر 10 ليلة القدر خير من 1000 شهر شهر تنزل الملائكة والروح فيها هذه 20 بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر انتهت 30 وجاءت هي رقم 27 من حيث الكلمات هذه إشارة غريبة وهو اسمه إشارة وهي هي واضح وموافق تماما وبعدين قال إنا أنزلناه في ليلتي وانت عد الليالي فقط زين حد وبعدين عندك إشارة لها من خلال الأحرف ملي نعم قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر كررها 3 مرات فقط عندما نعد ليلة شوف لي لا لام والياء واللام والتاء هذه ليلة هي 4 حروف أيوة الألف واللام والقاف والدال والراء هذه 5 صارت ليلة القدر 9 حروف 9 × 3 كم 27 أكيد فوافقت بكلماتها 27 وبحروفها هذا استبصار غريب جدا أحاديث أنا أشتغل عليها الآن في برنامج صدقة رسول الله نعم هناك حديثان يقسم فيها على أبي بن كعب على أنها 27 هناك أيضا حديثان في 21 أنه قال أنه 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 أوريه وإنه يسجد في طين وماء فقال له جاءت السحاب في الليل وكيف المسجد فنظرت إلى أرنبة أنف الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا عليها طين وماء وكانت 21 صحيح ولكن هناك رأي آخر والله قراءات عديدة جدا أنها تتنقل وتتصرف داخل رمضان ما تقول في ذلك ولكنها في الوتر دائما شوف إحنا إذا وجدنا الإشارات القرآنية نستمسك بها وخصوصا إذا أكدها وأيدها فعل الصحابة وإيش معلوم أقسم عليها أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وابن مسعود رضي الله عنه وجمع غفير من الصحابة وأيضا الأمة الإسلامية إذا جاءت ليلة القدر استنفار ليلة 27 استنفار على مستوى العالم كنا في البادية نمطيا ليلة 27 يقولوا ليلة القدر حتى أننا كأطفال ننسى أنها ليلة القدر المهم ليلة 27 هي ليلة القدر ليلة 27 نعم صحيح ليلة 27 مشهورة من بين الليالي نعم لذلك واحدين يحرقوا فيها أوراق يزن واحدين يحرقوا فيها المباركة واحدين يعلقوا فيها على الخيامة أشياء من التمائم طبعا أنت لن توافق على ذلك على كل حال طبعا هذا ما أنزل الله فيه من السلطان نعم نتخطى ذلك للتأمل في البحث عنها العجيب فيها يا شيخ سرها لماذا ليلة القدر سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث أنه قام يصلي من الليل فمر على قصة نوح فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي نوح لبث في أمتي 1000 سنة إلا 50 عاما وأنا كم ألبث في أمتي وأعمار أمتي ما بين 60 و70 فـ1000 سنة سيعملون فيها أكثر ما تعمل أمتي وأنت الحاكم العدل فالله عز وجل أنزل عليه بهذه المناسبة يعني هذه السورة سورة القدر وسورة إنا أعطيناك الكوثر أول شيء إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر هذه من أسبابها هذا التأمل ومن أسبابها وفاة ابنه القاسم
وفيها إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. لبث فيهم كم؟ ألف سنة. خير من ألف. زين عجيب فهمت. هاي موافقة زين. موافقة لأن صحيح. الشهر هو شهر رمضان. شهر رمضان لا يتكرر في السنة إلا مرة. فإذا قلت ألف رمضان فمعناها ألف سنة. زين حد. ليلة القدر خير من ألف الشهر. إذا خير من ألف سنة. وإذا كانت خير من ألف سنة فألف سنة مكثها نوح عليه السلام في قومه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. هذه لبث فيهم قبل الطوفان إلا خمسين عاما. خمسين عام هذه لبثها بعد الطوفان فاكتملت الألف. عجيب. فليلة القدر خير من ألف شهر. تسعمية وخمسين منها مدة الدعوة وخمسين سنة بعد الاستجابة وبعد نصرة الله عز وجل له. على ذلك تكون هذه الليلة هي منحة من الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا ترتفع هذه الليلة إلى قيام الساعة. وأما حديث أنها رفعت حديث أنها رفعت فهذا الحديث قال فتلاحى منكم رجلان فرفعت. رفع العلم بها. صحيح لأنه قال نسيتها أو أنسيتها. نعم رفع العلم بها. نعم. أو رفع العلم بتحديدها. أما هي فباقية ولهذا قال التمسوها حق لو رفعت لما قال إني أرى رؤاكم قد تواطأت في العشر الأواخر من رمضان. فالتمسوها في العشر لتسعين باقينا لسبعين باقينا لخمسين باقينا وكما قال صلى الله عليه وسلم أوتار العشر الأواخر. نعم. طيب نعود إلى الصيام. هذا قصة نوح تؤكد أيضا الدلالة اللي وردت في كما كتب على الذين من قبل. نعم كما كتب على الذين من قبل صدقت. طيب لعلكم تتقون بعض المستغلين على هذه التفسير يقولون إن هذه دلالة على الغاية الغاية من الصوم لعلكم تتقون كأن يعني الصوم الغاية منه في النهاية أنه يعلم التقى ويدرب عليه. شوف لعل إذا جاءت من الله فهي مؤكدة ليست للترجي على ولهذا العبادة كلها لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هو تفسير فقط. هو تفسير يعني التقوى هو امتثال أمر الله واجتناب نهيه على نور منه سبحانه وتعالى. فهذا الامتثال مما يعين عليه الصوم وهذا الاجتناب مما يعين عليه الصوم. ولذلك تجد الناس في رمضان سريعة الامتثال حي على الصلاة يمتلي المسجد. نعم. في غير رمضان ممكن ما حد يجي إلا قليل. صحيح قلوب لينة جدا قريبة فهذا من باب التعليل. ولعلكم تتقون ذكرت في مواطن كثيرة حتى مع القصاص لعلكم تتقون وكتب عليكم القصاص كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن في لا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لعلكم تتقون. نعم. فالتقوى في جانب القصاص والحدود والتقوى في جانب العبادات والتقوى في جانب المعاملات إلى آخره. نعم. طيب التقابل ما بين أيام معدودات وأيام معلومات هذا في الحج. إيه. أي واذكروا الله في أيام معدودات في سورة البقرة وأيام معلومات في سورة الحج. أيام المعدودات هي أيام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه الأيام بعد العيد. نعم. بعد العيد. والأيام المعلومات اللي هو يوم عرفة ويوم خمسة وقيل ثلاثة قبل اللي هو يوم الثامن والتاسع والعاشر. هذه الأيام الأولى أيام المعلومات في الحج والثانية أيام معدودات بعده. والحج حقيقة ستة أيام ثلاث معلومات وثلاث معدودات. عجيب. ثلاث المعلومات الأولى اللي هو اليوم الثاني الثامن يوم التشريق واليوم التاسع يوم عرفة واليوم العاشر يوم الحج الأكبر. هذه معلومات. نعم. هذا الحج. نعم. والمعدودات بعدها زين اللي هو 11 12 13 عجيب هي أيام التشريق. هل قرأت سرا في ما بين العد وبين العلم؟ يا سلام. هنا في رمضان قال أياما معدودات. شفت كيف؟ وأياما معدودات وقال في الحج أياما معدودات. الأيام المعدودات التي جاءت في الحج في آخره والأيام المعدودات التي جاءت في الصيام في آخر العام. العام العام على ثلاثة. العام 12 شهر.
ثلث العام أربعة أشهر. أربعة أشهر الأولى فيها شهر واحد محرم من أشهر الله حرم، والأربعة الوسطى فيها شهر واحد وهو شهر رجب، والأربعة الأخيرة فيها شهرين وهم ذي القعدة وذي الحجة، ويبقى شهران الأول منهم رمضان أيام معدودات، فهو أول الربع الثلث الأخير، والثلث الأخير من كل زمن أفضله. الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا إذا كان كل الليلتين كانت ثلث الليل الآخر، صحيح. فجمع الله في الثلث الآخر من العام ما لم يجمعه في الثلثين قبله. عجيب، جاءوا ثنتين، جاءت أركان الإسلام شهرين. كلها جاءت أركان الإسلام كلها في الثلث الآخر من كل عام. عجيب. جاءت الصلاة، نعم، وعندك صلاتي العيد، صحيح، وعندك الصلوات الخمس ماشية، يقامش. فهمت، وعندك صلاة التراويح، فهمت، وعندك ركعتي الطواف، وعندك أكثر صلاة تصلى في الثلث الآخر من العام. عجيب. هذه واحدة، وعندك عشر أيام عشر الحجة كلها، وعندك بارك الله فيك الزكاة، الزكاة على نهاية الحول، والحول نهايته في الثلث الآخر نهاية العام طبعا. عندك وفيها أيضا زكاة الفطر، زكاة الفطر، وعندك بارك الله فيك الصيام شهر رمضان بداية الثلث الآخر، وعندك الحج، وعندك التوحيد يوم عرف، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا أفضل الدعاء دعاء عرفة، لا إله الله وحده لا شريك، وأفضل ما قلت أنا والنبيون ولبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، كله توحيد، صحيح. فاجتمعت أركان الإسلام في الثلث الأخير من كل عام، ولا يمكن تجتمع إلا فيه. فقوله أيام معدودات، سواء كان قلنا 30 يوم أو قلنا على التفسير الأول 3 أيام من كل شهر، لكن هذه الأيام معدودات في الثلث الآخر من العام خير من أيام معدودات متفرقات في العام كله. عجيب. نعم. طيب نصير إلى أيضا فهمت في أيام معدودات. نعم. نعم، هناك أيضا مظاهر اللطف كانكم مريضا في عدة من أيام أخر. نعم، أحسنت. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام أو فدية طعام مسكين في بعض، يطيقونه ويطوقونه. نعم. وكذلك أيضا كلمة يطيقونه هذه كثيفة جدا، لأن بعضهم يقولون أنها كلمة ضد. نعم. لأن لا يطيقونه، بعضهم يقولون أشياء أخرى، هذا فيه كلام كثير جدا جميل جدا. أيام معدودة، فمن كان منكم مريضا. طبعا نذكر المشاهدين بأن لسنا في صدد التفسير، إنما هو تأملات درجة. نعم. من كان منكم مريضا أو على سفرين، شوف مريضا نكرة تشمل أي مرض، نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم، صحيح، أو على سفرين. ما اللي هي ذات نكرة هذه؟ ليش قال هنا على سفر إنها قال مريضا؟ ليش ما قال مريضا أو مسافرا؟ جت كلمة على، لأن على سفر غير مسافرا. صحيح. على سفر، أنت الآن على السفر يعني في السفر، لكن مسافرا ممكن مسافر تجلس شهر هنا وأنت مسافر. دقيق جدا، دقيق. نعم، صح. فإن كنت على سفر باح جاز لك الفطر، إن كنت مسافرا واستقريت وأنت مسافر في هذا المكان شهرا تصوم. صحيح. على سفر، فعدة من أيام أخر. أيام نكرة تفيد العموم أيضا أخر، حتى رجب. نعم، عند يجب القضاء شعبان. شعبان طبعا. نعم. شعبان قبل رمضان، يعني شهر قبل رمضان مباشرة. نعم. وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه، وفي قراءة أخرى يطوقونه، ثلاث قراءات. قيل أن يطيقونه يعني يستطيعونه، فهم بالخيار، وهذا كان أول، إن شاء أطعم وإن شاء صام، كان هذا الحكم الأول أصلا، اللي يستطيع يصوم مخير، إن شاء صام وإن شاء أطعم الصائم وأفطر هو، وهو خيار بين الكفارة والصيام، وهذا نسخ بقوله بغي مع بغي مع الهرمي وال نعم خائفي على الجنين. وذيك القراءة الثانية يطوقونه يعني مثل الطوق عليهم، الطوق هذا الذي يخنق، صحيح. فهذا الذين يطوقهم يعني يتعبهم، وهم ثلاث أصناف: المرأة الحامل والمرضع والهرم والشيخ الهرم. نعم. الكبير. هؤلاء ليس عليهم صيام وعليهم الفدية، وعليهم الفدية وقت بالنسبة للصائم للحامل والمرضع، وقت الحمل، وقت الإرضاع، ثم تقضي بعد ذلك ما عاد فدية. أما الشيخ الهرم
فليس عليه صيام البتة إنما يطعم. نعم. طيب ويكونه فدية طعام مسكين وفي قراءة طعام مساكين. هذه فيها جمع جميل القرآن. نعم. طعام مسكين بالنسبة ليوم الواحد وطعام مساكين بالنسبة للشهر. بالنسبة للأيام. نعم. هذا 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 عميق جدا. فدية طعام مساكين. فدية طعام مسكين. مسكين. عند حفص. نعم. نعم. وطعام مساكين. بالنسبة للشهر كامل 30 يوم. زين حط. فكلاهما. كلاهما ما في تعارض. نعم. ما في تناقض غير. طيب. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا نجد هناك فرق ما بين الصوم والصلاة. نعم صح. هذا الخيار هذا التخير بعد الأعذار وبعد كل هذا تأتي الآية وتقول فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. من تطوع هنا تأتي المعنيين. من تطوع بالكفارة إطعام تطوع خيرا. مو شرط أنك ما تطعم إلا إذا كنت مطوق والله هريم والله. ومن هنا جاء لفت انتباه الصائم إلى الصدقة والإطعام. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله مثل أجره. كثير من الناس يأخذ تطوع بالصيام وهي تطوع هنا جاءت بعد الكفارة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع. من تطوع بالإطعام وصام صام مع ذلك فهو خير له. ولذلك أفضل الصيام ما كان معه الإطعام. عجيب. سواء لازم وجوبا أو كان تطوعا. هذا وجه. والوجه الثاني قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم. يعني أن تتطوعوا بالصدقة وتصوموا مع ذلك وتجمعوا بين الاثنين فهذا خير. وفيه تطوع بالصيام في غير رمضان. وهي صيام التطوع باب مفتوح. صيام الاثنين والخميس وصيام داود وصيام داود قاعه هو خير الصيام. صيام افطار هذا ان يصوم يوم ويفطر يوم. وان تصوموا خير لكم هذه جاءت في باب السفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر صيامه في السفر. والله عز وجل قال في الايه وان تصوموا خير لكم. طيب كيف نجمع بين الحديث الذي ينفي البر في صيام المسافر وبين الآية التي تقول وأن تصوموا خير لكم؟ ما في تعارض. عند القدرة والطاقة كانوا يقول نحن أقدروا على أكبر من ذلك كما بعض الصحابة. صحيح. مع أنه هو طبق عند عسفان عندما أخذ إناء فيه ماء ورفعه إلى فيه الشريف غمام الناس فقال كنا منا الصائم ومنا المفطر. فما كان رسول الله يأخذ على من أفطر ولا على من صام. نعم. وأن تصوموا خير لكم إذا كان الصيام لا مشقة فيه فهو خير لأن الأداء خير من القضاء. أما إذا فيه مشقة فالله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه. نعم. كما يحب أن تؤتى عزائمه. صحيح. نعم. طيب الشهر رمضان هو في الحقيقة هناك 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 معنى أيضا دقيق. بعضهم يعني المكثرين يسألون عسرا عن سر العبادة مقصود المقاصد الورائية في العبادة. يقول لماذا الصوم على ضوء قوله تعالى كتب على شهر رمضان في قوله تعالى بهذا الاسم هذا الاسم الموصول الذي أنزل فيه وصلته. هل هناك تفسير لهذه الأسئلة التي تراود الناس لماذا الصوم ولماذا الصلاة ولماذا الزكاة إلى ذلك؟ شهر رمضان الذي أنزل القرآن هدى للناس وبين الناس منه هدى الفرقان. كل هذا حصل في رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ما أجمل هذا. بعد ما قال وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان. عندما تقول أن تصوموا شهر رمضان خير لكم. زين. ربط آخر. ربط جميل. جميل. نعم صحيح. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان. أن تصوموا شهر رمضان. وهذا فعلا أن تصوم رمضان كاملا خير لك من أن تفطر فيه. لأنك إذا صمته كاملا فقد امتثلت أمر الله. وقد عملت الواجب. الفرض الركن كما هو. تصوم خير لكم كنتم تعلمون شهر رمضان. لكن هنا شهر جاءت بالرفع. لو قال شهر تصوم لنسجم المعنى. لكن جاءت شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لتكون ناسخة لما قبلها لأيام معدودات. نعم.
لأنه قال إيش؟ لعلكم تتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. نسخت هذه الأيام المعدودات بقوله شهر رمضان نعم. الذي أنزل فيه القرآن وبين العلة. أصلاً ربما أيضا يكون شهر رمضان هو نائب الفاعل من كتب عليكم شهر رمضان كتب عليكم صيام شهر رمضان كتب عليكم شهر رمضان نعم. صحيح كتب شهر صدق شهر رمضان. لماذا أضاف الشهر إلى رمضان؟ وما هو رمضان؟ نعم. رمضان قيل اسم من أسماء الله يعني شهر الله. وقيل رمضان من الرمض وهو الحر ومن سميت الرمضاء رمضاء من شدة حرارتها كما كان بلال يعذب بالرمضاء يعني يوضع في الأرض ربما أيضا يعود حرارة يعني حرارة الجوع والعطش أي نعم. ليست حسيها نعم هو نعم. الإنسان إذا جاء وعطش شعره بالحرارة نعم صحيح. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. شوف إنزال القرآن في شهر رمضان دل على أن القرآن يؤثر على أهل الجوع والعطش أكثر من تأثيره على أهل الشبع، لأنه أنزل فعل مبني للمجهول. طيب القرآن ينزل فين؟ نزل به الروح والأمين على قلبك. والقرآن ينزل القلوب على قلوب أقفالها. شفت كيف؟ فإذا كان شهر رمضان شهر الجوع والعطش أنزل فيه القرآن يعني فهم القرآن فيه وصل القرآن للقلوب فمعنى ذلك أن الجوع والعطش سر للفهم. ولذلك جوعوا وعطشوا في شهر رمضان حتى تفهم أكثر. ولهذا يقول إيش المثل الحساني يقول إيش البطنة تذهب الفطنة. نعم الفطنة ذهب الفهم صحيح. وإذا امتلأ البطن كنا في المحارة ما تعلم نعم. نمنع من كثير من ذلك. نعم صحيح. أظن إذا لما كن واهما أن الإمام الغزالي رحمه الله ذكر قال جعل الله في كل إنسان ثلاثة أوعية وعاء لطعامه وشرابه ووعاء لإيمانه ووعاء لعلمه. زين القلب والعقل البطن وعاء والصدر وعاء والرأس وعاء. زين فإذا امتلأ الوعاء السفلي وهو البطن سد الأوعية الثانية. ولذلك الرسول في الحديث يقولها الرسول حتى بنفسه ما ملئ من آدم وعاء شرب من بطن حسب ابن آدم لقيمات يقيم الصلب يقيم الصلب. والنبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرين من الجو صحيح مع عمر وأبي بكر صحيح. نعم في غزوة الأحزاب صحيح. نعم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. طيب هدى للناس هنا نعت للقرآن ولا لشهر رمضان؟ يبدو أنها قد تفسر أو يعني كأنها مفعول لأجله من أنزل فيه القرآن لأجل إهداء الناس ربما. لا أنا أتعلم فقط تصحح. هو الله عز وجل الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. شهر رمضان القرآن هدى للناس في غير رمضان القرآن هدى للمتقين. عجيب فهمت. هناك في هدى للناس في في رمضان البقرة. في رمضان القرآن هدى للناس. عجيب أكثر ما يدخل الناس في الإسلام في شهر رمضان حيث القلوب قريبة و القرآن يعني هذا شهر الذي أنزل فيه فأصبح هدى للناس وبينات من الهدى. بينما غير رمضان هدى للمتقين. المتقي الذي اتقى لعلكم تتقون في رمضان يهتدي بالقرآن السائر العام. قبل أن يكون متقيا إذا دخل رمضان وسمع القرآن في رمضان فإن القرآن في رمضان هدى للناس كلهم وليس خاص بالمتقين. زين حط والله نكتة عظيمة صحيح. هدى للناس. طيب فيها هناك أيضا ملمح فمن شهد كلمة شهد هذه لا بد أن لها دلالة كثيفة بالشهود التي تدل على الحضور والشهود التي تدل على الإبصار والنظر. صحيح. الله عز وجل يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الشهادة لا تكون إلا من صاحب علم لأن الشهادة هي التي تكون تفيد علما ولا يمكن للعلم أن يكون مفيدا حتى يعقل. فلذلك شهادة الصبي شهادة المجنون هذه لا تقبل. لازم عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام. نعم. فلذلك فمن شهد منكم هنا قاع
قيد من المسلمين. نعم. الشهر فليصم. طيب لو شهد الشهر من غير المسلمين 5، هل يجب على المسلمين أن يصوموا بشهادتهم؟ هؤلاء يصلون إلى مستفيضة يعني. المستفيضة 5. مستفيضة 5 بشرط أن يكون هناك بينهم تواطؤ. نعم. يستحيل تواطؤهم على الكذب. يستحيل تواطؤهم على الكذب. الله قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. هنا الشهادة لفعل لوجوب الصيام، لكن الشهادة الأخرى اللي هي شهادة المستفيضة أو شهادة العدل الواحد لوجوب الصيام على الأمة، هذه أجمعت عليها الأمة، لأنه إذا شهد 5 شهود وسمعنا شهادتهم وعلمنا أن هؤلاء لم لا يمكن أن يتواطوا على الكذب، كانت شهادته المنقولة لنا كشهادتنا، لأن العلم قد حصل وأولو العلم. فما يحصل به العلم بدخول شهر رمضان يوجب الصيام، والعلم كما تعلم 3 درجات: عين يقين هو المشاهد، أو علم يقين هو المسموع، وحق يقين هو الملموس. وهذا تأتي إليه الأدلة 3: نعم، الرؤية وشهادة عدلين وشهادة مستفيضة. شهادة عدلين هذا علم يقين، والرؤية هذه عين يقين، ومستفيضة حق يقين. زين، حتى هذا عجيب، هذا منطق دقيق جدا. الله يبارك. طيب نأتي إلى ممكن أن نقول بيت القصيد يعني. نعم. بيت القصيد: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بعد لعلكم تتقون. جميل جدا. هنا بتسمح لي إرادة الله. الله سبحانه وتعالى إرادته تنقسم إلى قسمين: إرادة شرعية وإرادة كونية. إرادته الكونية نافذة لا ترد أبدا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صحيح. أما إرادته الشرعية فهي تبع لمشيئته، وهذه الإرادة التي يشرعها الله عز وجل لعباده، فإن شاء الله عملوا مراده وإن شاء الله لم يعملوا، الأمر راجع لمشيئته. يريد الله بكم اليسر، فقد يشق بعض الناس على أنفسهم ولا يريد بكم العسر. مثلا هذه الآية ناسخة لقوله وأن تصوموا خير لكم، فإذا كان اليسر في الفطر وأنت مسافر فالله يريد اليسر، وأن كان اليسر في الفطر وأنت مريض فالله يريد اليسر. يحكى أن الإمام البخاري رحمه الله كان يقلم قلما وكان صائم في رمضان، فقطع أصبعه فسال الدم، فقال ناولوني الماء. قالوا يا إمام، دم يعني قليل من أصبعك تفطر؟ قال هل هذا صحة أو مرض؟ قالوا مرض. قال يريد الله بكم اليسر. نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما تكملوا العدة. فيها كلام جميل جدا. تعلم أن العدة هنا عدتان: عدة شعبان إذا غم، فإن غم عليكم فكم العدة 30 يوم. صحيح. وعدة رمضان إذا غم شوال. الله قال لتكملوا العدة ولتكبروا الله، فإكمال العدة سر تكبير الله الذي هو العيد. العيد هو تكبر الله. فمن لم يشهد هلال شوال يجب عليه إكمال العدة، ولا يكون العيد حتى تكمل العدة أو يرى الهلال. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الشكر هنا على الهداية، ولهذا أهل الجنة شكرهم كان على الهداية قبل شكرهم دخول الجنة. نعم. ولهذا قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وحتى قوله تعالى على ما هداكم فيها إشارة أكبر أسباب الهداية في الصيام، وأن من لزم الصيام هداه الله لا محالة. عجيب. نعم. طيب شوف جمال ودقة الربط ما بين ما كنا فيه والآية التي بعده: وإذا سألك عبادي. يا سلام، جميل جدا. الصائم دعوة لا ترد. متى هذه الدعوة؟ عند فطره. عند فطره لو دعا الله استجاب له. طيب عند فطره قد تقرب إلى الله بالصيام، قد حقق إياك نعبد،
لأن الصوم الذي انتهى هو عبادة لله. جاء الربط الأسرار. نعم. فبقيت إياك نستعين عند فطره. فصيامه في النهار يعني كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام الليل. إتمامه الصيام من الفجر إلى الليل هذه إياك نعبد، هذه عبادة لله. فطره إياك نستعين. يبدأ الدعاء والتقوى. هذا لله وهذا له. نعم. بدأ الدعاء. ولعبدي ما سأل. ولعبدي ما سأل. فإذا سألك عبادي، كلمة عبادي ترمز للعبادة، إياك نعبد. زين. لأن لو لم يعبدوا لما كانوا عبادة. زين. إذا سألك عبادي بعد أن فرغوا من هذه العبادة. ما قالوا إذا سألك الناس. زين. إذا سألك عبادي. لأن هذه العبادة بالذات عبادة الصوم هي لله، الصوم لي صحيح وأنا أجزي به. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. فإنه لي وأنا أجزي به، الحديث القدسي. حتى قال في حديث آخر أنه يوم القيامة يعطى الإنسان الظالم يؤخذ من صلاته ومن زكاته إلا الصوم، إلا الصوم. فلا يؤخذ منه شيء لأنه ما هو الوصل، لأنه لله غيره على نظام. نعم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. حتى قوله فإني قريب فيها ليس ليست مسبوقة بقل التي تأتي مع إذا نعم. سألك يعني جميع الأسئلة نعم. جميع الأسئلة في القرآن فيها قل إلا هذه، إلا هذه. سألك عن المحيط قل، سألك ماذا ينفقون قل، سألك عن اليتامى قل، لكن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وكلمة قريب في باب الصيام دلت على أن عبادة الصيام من أقرب القربات إلى الله، لأنه قال فيها فإني قريب. كما قال في الصلاة الذين يظنون أنهم ملاقوا، وهذا الفرق بين الصلاة وبين الصوم. الصوم قريب والصلاة لقاء. عجيب. الصوم قربة والصلاة لقاء. زين. حتى فكان الصوم اقتراب في النهار والصلاة لقاء بالليل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. دعوة الداعي إذا دعا. الدعاء كما تعلم قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. والإجابة القبول، فيتقبل عبادة العابد ويتقبل سؤاله بعد عبادته. فليستجيبوا لي، هنا الإرشاد، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، شرطين فقط لإجابة الدعاء. إذا أردت أن يستجيب الله لك فاستجب له. إذا أردت أن تكون مجاب الدعوة دائما فكن مؤمنا، لأن المؤمن هو الذي يستجيب. وأول ما تؤمن به ما ذكره الله في خواتم سورة البقرة، آمن الرسول ما أنزل إليه، دخلت فيه الأحكام كلها، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فشهد الشريعة الإسلامية كاملة. نعم. سمعت تحليل جميل الشيخ محمد الرشيد يحيى. ماذا يقول؟ يقول أن يأسر عبادني فإني قريب، فالله تعالى دائما قريب، ولكن العبد هو الذي يبتعد ويقترب بحسب الطاعة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو في الحالة يعني حالة قد يفهم أن الله تعالى يبتعد أو يقترب. يقول هو لا، الله ثابت في القرب فهو قريب دائما، ولكن العبد قد يبتعد بالمعصية ويقترب هذا معنى جميل ويؤكده الحديث. نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. نعم. ولا يزال عبدي يتقرب. فالعبد هو الذي يتحرك. نعم. جيئة وذهابا بالمعصية بعدا هو وبالطاعة قربا. نعم. اللعن طرد. نعم. والرحمة قرب. الله قال فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهذا قرب. والشياطين طردهم، أخرج منها فإنك مذموم. نعم بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى ذلك العبادة قرب. نعم. وقال واسجد واقترب، قال وأقرب ما يكون العبد من ربه. صحيح. وهو ساجد. صحيح. نعم. لكن شو سبحان الله في سورة العلق، أولها اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخرها واسجد واقترب. عجيب. قالوا من سجد قبل أن يقرأ فقد ضل الطريق. إذا نبدأ يقرأ أولا ثم يسجد. ثم يسجد. زين. حتى يعلم ثم يعمل. زين. حتى هذا عبادة جاهلي. طيب هناك أيضا حاجة إلى أن نفهم العلاقة ما بين الله تعالى يقول في بداية هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب، يا أيها الذين آمنوا بالفعل في الماضي، ثم في آخرها يقول لعلكم فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي في الأمر.
يا سلام أحسنت. آمنوا فليستجيبوا وليؤمنوا. لأن كلمة آمنوا حصلوا إيمانا، وكلمة فليستجيبوا وليؤمنوا دل على أن هذا الإيمان قابل للزيادة. من باب يعني آمنوا، باب آمنوا. الإيمان ينقسم إلى أربعة أقسام. إيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص، وإيمان يزيد ولا ينقص، وإيمان يزيد وينقص، وإيمان ينقص ولا يزيد. هذه أربعة. الذي هو ثابت لا يزيد ولا ينقص إيمان ملائكة. ملائكة مهما عملوا من عبادة لا يزيد إيمانه. وما منا إلا وله مقام معلوم، مهما عامل ثابت. هذا مقام جبريل وهذا مقام ميكائيل. الإيمان الذي يزيد ولا ينقص إيمان الأنبياء، لأنهم عصموا من سبب النقص وهو المعصية، وكل عملهم يزيد، وكل عملهم طاعة، فهم في زيادة. الإيمان الذي يزيد وينقص إيمان المؤمنين، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان الذي ينقص ولا يزيد إيمان الشياطين، لأنهم لعنوا وطردوا فما كان عندهم من إيمان، في نقص بدوام المعصية، وإيمان يأجوج ومأجوج. لأنهم جميعا مفسدون في الأرض، ولم يدخل ولم إبليس الذي كان مع الملائكة ثم لعن وطرد من رحمة الله. هذا هو الشياطين، هو ينقص دائما، دائما في نقص. نعم عجيب. حتى يدخل النار والعياذ. طيب لعلهم يرشدون قبلها، لعلهم يتقون. يا سلام. وإذا سلك عبادي يعني يقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني ما يسألون يرشدون إليه إذا استجابوا وآمنوا، يعني سيكون لهم الرشاد. أهل الكهف يوم دخلوا كهفهم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هم استجابوا فأووا إلى الكهف، هذا فعل أمر صحيح، فآووا إلى الكهف، إذا والفتية في الكهف، فلما استجابوا رشدوا. زين. فكانوا يقلبون ذات اليمين ذات الشمال، وترى الشمس إذا طلعت، وجاءهم من رحمة الله ما لم يخطر على بال. تتقدم بين الآيات حتى تصل إلى الليل. الله أكبر. وحل لكم لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بعد أن قال في الحديث فلا يرفث يومئذ ولا يفسق. الله أكبر. هذه الآية لها سبب نزول. طبعا كان لها قصة إذن. لها قصة جميلة. كان في أول بداية الصيام يمنع النوم، يمنع النوم قبل الإفطار، فمن نام يواصل الصيام، ويمنع اتيان النساء في رمضان كله. يعني مسألة الوصال اللي عقبت الوصال أيضا كان ممنوع إلا لمن نام. نعم. واحد إذا نام يواصل. نعم. ففيه أحد الصحابة جاء كان مزارع وجاء متعب، وذهبت زوجته تصنع له الفطار، فوجدته نائما، قالت ويحه. استيقظ الرجل وأكل. وذهب يبدو أنه أيضا أتى أهله، عدل الخصلتين، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله هلكت، نمت وفعلت وفعلت وفعلت. فنزل جبريل بهذه الآية، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن ابتغوا ما كتب الله لك. طبعا هذه يفسرون باشروا ان هذه انها خاصه بالجماع الذي هو خطر بين لا خلاف فيه في الصوم، ليس مثل المقدمات التي فيها جدل مباشر. لكن قبل هذه يقول هن لباس لكم، هذه نعم. فيها نكت جميله صحيح جدا. صحيح. القران قال هن لباس لكم وانتم لباس لهم. اللباس في القران ثلاث انواع، فيه لباس يستر العورة، وفيه لباس يتزين به مظهر، وفيه لباس حقيقي في الدنيا والآخرة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى لباس يواري السواء هو الذي يستر السواء، والريش ما يتزين به فوق ذلك. زين. حد ولباس الرياش وكذا. نعم الرياش. الطير الحين عنده شل. نعم. وعنده ريش فوق ذلك. صحيح. ريش هو جميل. نعم. حتى أن بعض الطيور بالمناسبة يعني يختال بريشه بشكل خاص، مثلا الطاووس وما إلى ذلك. صحيح. عندهم بيولوجيا عندهم أيضا حركات ونشاطات تتعلق بالريش. الحين درعتنا عن هذه هذه ريش تحتها ما يستر يواري سواتك. صحيح صحيح. إذن النساء ثلاثة. نعم.
على قدر اللباس. فيه امرأة يواري سواتكم، نعم، وفيه امرأة ريش، وفيه امرأة لباس التقوى، وهي ذا صاحبة الدين. زين، حتى فعندما قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أصبح كل من الرجل وكل من المرأة على ثلاث أحوال. إما أن يكون يواري سواتكم، يعني موضوع يعني ستر شهوة فقط، يعصم الدين، يعصم. وإما أن يكون زينة، زين للناس، يحب الشهوات، يدخل في النسب والحسب والمال وإلى آخره، من النساء والبنين والقناطر. نعم. وإما أن يكون الثالث لباس التقوى، وهذه صاحب الدين وصاحبة الدين، فأظفر بذات الدين تربت يدك. هن لباس لكم. ولباس هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. نعم. وأنتم لباس لهن، علم الله أنك تختان تاب عليك، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هنا إشارة إلى النية، باشروا وابتغوا. طيب ما هو الذي كتبه الله؟ الولد مثلا. أيوة، يتفاوت الناس في النية. فمن الناس من يأتي لشهوة، ومنهم من يأتي لعبادة وشهوة. فمن قال مثل سليمان في بضع أحدكم، سليمان عليه السلام، نعم، في الحديث أنه قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة، كل امرأة تحمل بولد فيخرج مئة ولد، جيش يجاهد في سبيل الله. فبدأ بهم ومر على مئة امرأة في ليلة واحدة، وأن لم تحمل إلا واحدة جاءت بشق رجل، عين واحدة وأذن واحدة ويد واحدة ورجل واحد، وهذا هو الجسد الذي وضع له على كرسيه. فلما رآه جسدا لا روح فيه، وعرف أنه لم يقل إن شاء الله، فأناب إلى الله عز وجل، وعلم أن مشيئته لا تنفذ إلا بمشيئة الله. وهذا أيضا، ولا تقول لنا شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن شاء الله. صحيح. فأنت لا تخلق، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. والذي يخلق من هذا المني بشرا سويا، فلتكن نيتك أن يخلق الله من منيك من يعبده في الأرض. فإذا جاء ذاك المولد وهذه النية قبل مجيئه، كل أعماله في ميزانك، الولد من كسب أبيه. لكن إذا نوى قبل إيجاده، أما إذا كانت شهوة وجاء ولا نية، فقد يكون كحالي أبي ذهب، تبت يدا أبي ذهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب ماله معروف، وما كسب اللي هو الولد، ولد كسب أبيه. ماله هو ولده. نعم، ماله هو ولده. هذه زين. شفت على 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 سنة ما تفضلت ببيانه في أواخر الأشياء بركاتها. شوف في آخر رمضان أقول بعد أن قالوا باشرون، قال بعد ذلك ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المسجد. الله أكبر. هذه إشارة للاعتكاف، وإشارة جميلة جدا. ونحن في رمضان. نحن في رمضان. نعم. ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المسجد. لا، أنا استهوتني باشرون ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المسجد. الله أكبر. هذا مثل كلوا واشربوا حتى، نعم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. نعم. شوف، الله عز وجل خلق الزمان وخلق المكان، وجعل عبادات زمانية وعبادات مكانية. وخالف سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وهذا إشارة للزمان. ولو الحمد في السماوات والأرض، هذا إشارة للمكان. وعشيا وحين تظهرون، رجع للزمان. فالزمان أفضل عند الله من المكان. مكة المكرمة هي أفضل بقعة على وجه الأرض، والمدينة أفضل بقعة على وجه الأرض، لكن الزمن خير من مكة ومن المدينة. إذا حافظت أنت على الزمن فأنت ضامن الجنة بإذن الله. والعصر إن الإنسان في خسر، والضحى والفجر إلى غير ذلك. فالآن إشارة للزمن، باشروهن، هذه الآن وحدة الزمن. زين، حتى واضح الزمان والمكان. الآن وحدة الزمن. وحدة زمنية. نعم، الآن وحدة زمنية. نعم، أنا الآن يعني، نعم، الحين والوقت، الحين والوقت والآن. نعم. هذه، نعم، كلها وحدات زمنية. صحيح. لكن ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد، مكان. زين، حتى فلما كان الزمان فتح الباب، ولما كان المكان أغلقه، والزمان أوسع من المكان. زين، حتى فدل على سعة رحمته، لأنه ما ضيق إلا في مكان واحد
والأمكنة الأخرى كلها مفتوحة والأزمنة مفتوحة، فإن أردت الزمان فاعتزل المكان. زين حد. طيب هو في الحقيقة حديث فائدته ممتعة، بس نبغى نسألك سؤال والوقت أيضا يضيق. تفضل. سؤال أخير. نعم. أول الآيات كتب عليكم الصيام كما كتب عليهم قبلكم لعلكم تتقون، وآخر الآيات أنا باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا اشربوا حتى لا تباشرون ولا تباشرون تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه أيضا بدأنا بها نعم. وختمنا بها. وإن شاء الله نبدأ بها ونختم بها. آمين إن شاء الله. أرجو أن نتابع هذا العطاء السري فيه شمال وفيه أيضا عمق وعلم، ولا يفصلنا عن رمضان إلا أسبوعين. يمكن أن نلتقي أيضا في حلقة أخرى ونتابع فيها هذا الحديث الجميل الممتع، ولا شك أن المشاهدين أيضا سيستزيدون بعد أن استزادوا بعد الحلقة الأولى، فهذه أيضا ستزيدهم يعني. نعم. ونختم بها إن شاء الله. نختم بها. بعد ما قال لعل هذا آيات الناس لعلهم يتقون، قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني حتى لا تأكل مالك وتستقيم تحتاج للصيام. زين حد. صحيح. نبقى في الصيام دائما. طيب إذن شكراً جزيلاً الأستاذ محمد علي الشنقيطي، وشكراً للمشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة، وهذه تحياتنا وتحيات الفريق الذي أعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاثنين المولود وليلة الاثنين منين خلي قامت لجبي جات ملوك الله من كذب جات الكهانة الجب قالوا قتلوا ما عاد بدها قالوا قتلوا ما عاد بدها ما زال يطلعوا تعدى هو نصر وفات المبي منين طلع شور وربي فهمت من قريش الهي ناوت من قريش الهي والله اكثر جاءت من عصره مخمورة بيا متن الدي متن الكبر ومتن العربة احمد يا بن كبر تصيلي احمد يا بن كبر تصيلي كل بحل معلوم النسبة عصا وانا لا في الوذني القلة قليلة في الحسبة الحاكم المبر يا امي الا ظن ضد الحصبة سيوف الهند المكسر زي خط الناير والبوه دمي الخيل الزينات الابوي شوف البيضاء واللي شهد اعلاق وما انا اهل الياقي ما باتوا كذروا في النسبة طير اسوى ما من شطني طير اسوى ما من شطني وسا والجيش اللي عدي ينهار احمى يا مجروحي ارجل منهم وانت حسب العب منهم بالعويدي القفة زينا من صدي ارفع الامام المرسلي حق رسول الله ما رحبه ام قدر سلام ومد الدين قدر سلام ومد الدين يا مرحبنا ابي يا صربي جاتوا الملوك ذاك الحين تتباشر بي ومن طربي جاتوا حيزوا ما قبل سني ما تعتاج الميزر كده انا وقت مات اللي بات ما نقدر نشكر محمد شكر وما تنزل في الايات اقد ابقونا اريد ما حاب ايه البوصير قبل الهبت فر انه يحصي ولقى ايه الحولي لبي ابو دقية ايه المهرة او الحولي لزقا المهرة والحولي لزقن المهرة والحولي لزقن صيد حمولات القربة يا زوزان طويل مشرا كل بعير مرادف فتلا لبعير مرادف فتلا زيد معاهم يتقدم قال لي لا ارفع لا 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 ترفع من صوتي عادم سدات القبرة والدخان جيشي لين بقى عادم جات القمرة تجري ودا كانت في الكون تتمدم الشمس اللي بني نجبات صقها رتبت دراعات قامت حساد وضمت عي قريشي لا بقيت سابع انت جيشك يا سري نعد يا رباب ولا تشريقي تتنادى لولاد سعابي صنادي دهل الحسنة صنادي دهل الحسنة صنادي دهل الحسنة صنادي دهل الحسنة صلى الله على نبينا صلى الله على نبينا صلى الله عليه نبينا
صلى الله على يا بدر الدين يلي ما يسل الفلم الجوج نور ويضوي ضي البروج يعنيه النظرة والزينة يا ما يبرم عن لا داي العوج ما ناحو بعد طاحنا صلى الله علينا بينا شرف صلى الله عليه وشرف مزيان كان ركيب مستجرب تحته من انت الخيل تزخرف قد سمعتنا وسمينا كل نهار تظلل تشوف كطار تخسبي تعابينا صلى الله علينا بينا شرطين فقط لإجابة الدعاء. إذا أردت أن يستجيب الله لك فاستجب له، إذا أردت أن تكون مجاب الدعوة دائما فكن مؤمنا، لأن المؤمن هو الذي يستجيب. وأول ما تؤمن به ما ذكره الله في خواتم سورة البقرة، آمن الرسول ما أنزل إليه دخلت فيه الأحكام كلها، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فشاءت الشريعة الإسلامية كاملة. نعم. سمعت تحليل جميل الشيخ محمد السيد يحيى، ماذا يقول؟ يقول أن يأسر عبادني فإني قريب، فالله تعالى دائما قريب، ولكن العبد هو الذي يبتعد ويقترب بحسب الطاعة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فهو في الحالة قد يفهم أن الله تعالى يبتعد أو يقترب. يقول هو لا، الله ثابت في القرب فهو قريب دائما، ولكن العبد قد يبتعد بالمعصية ويقترب هذا معنى جميل ويؤكده الحديث. نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه. نعم. ولا يزال عبدي يتقرب. فالعبد هو اللي يتحرك. نعم. جيئة وذهابا بالمعصية بعدا هو وبالطاعة قربا. نعم. نعم. اللعن طرد. نعم. والرحمة قرب. الله قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فهذا قرب. والشياطين طردهم، أخرج منها فإنك مذموم. نعم بالله. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى ذلك العبادة قرب. نعم. وقال واسجد واقترب، قال وأقرب ما يكون العبد من ربه. صحيح. وهو ساجد. صحيح. نعم. لكن شوف سبحان الله في سورة العلق، أولها اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخرها واسجد واقترب. عجيب. قالوا من سجد قبل أن يقرأ فقد ضل الطريق. إذا لابد أن يقرأ أولا ثم يسجد. ثم يسجد. زين حتى. يعلم ثم يعمل. زين حتى. هذا عبادة جاهلي. طيب هناك أيضا حاجة إلى أن نفهم العلاقة ما بين الله تعالى يقول في بداية هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كتب، يا أيها الذين آمنوا بالفعل في الماضي، ثم في آخرها يقول فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي في الأمر. يا سلام، أحسنت. آمنوا فليستجيبوا وليؤمنوا. لأن كلمة آمنوا حصلوا إيمانا، وكلمة فليستجيبوا وليؤمنوا دليل على أن هذا الإيمان قابل للزيادة. من باب يعني آمنوا. باب آمنوا. الإيمان ينقسم إلى أربعة أقسام. إيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص،
وإيمان يزيد ولا ينقص، وإيمان يزيد وينقص، وإيمان ينقص ولا يزيد. هذه أربعة. الذي هو ثابت لا يزيد ولا ينقص إيمان ملائكة. ملائكة مهما عملوا من عبادة لا يزيد إيمانه. عجيب. وما منا إلا وله مقام معلوم. مهما عمل ثابت. هذا مقام جبريل وهذا مقام ميكائيل. الإيمان الذي يزيد ولا ينقص إيمان الأنبياء. الله. لأنهم عصموا من سبب النقص وهو المعصية. وكل عملهم هو يزيد. وكل عملهم طاعة. فهم في زيادة. الإيمان الذي يزيد وينقص إيمان المؤمنين. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان الذي ينقص ولا يزيد إيمان الشياطين. لأنهم لعنوا وطردوا فما كان عندهم من إيمان في نقص بدوام المعصية. وإيمان يأجوج ومأجوج. لأنهم جميعا مفسدون في الأرض. ولم يدخل ولن يدخل. إبليس الذي كان مع الملائكة ثم لعن وطرد من رحمة الله. هذا هو الشياطين. هو ينقص دائما. دائما في نقص. نعم. عجيب. حتى يدخل النار والعياذ. طيب لعلهم يرشدون قبلها لعلهم يتقون. يا سلام. وإذا سلك عبادي يعني يقول فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني ما يسألون يرشدون إليه إذا استجابوا وآمنوا. يعني سيكون لهم الرشاد. أهل الكهف يوم دخلوا كهفهم قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هم استجابوا فأووا إلى الكهف. هذا فعل أمر صحيح. فآووا إلى الكهف إذا والفتية في الكهف. فلما استجابوا رشدوا. زين. فكانوا يقلبون ذات اليمين وذات الشمال وترى الشمس إذا طلعت وجاءهم من رحمة الله ما لم يخطر على بال. تتقدم بين الآيات تصل إلى الليل. الله أكبر. وحل لكم لعلهم يرشدون وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. بعد أن قال في الحديث فلا يرفث يومئذ ولا يفسق. الله أكبر. هذه الآية لها سبب نزول. طبعا كان لها قصة. إذن لها قصة جميلة. كان في أول بداية الصيام يمنع النوم. يمنع النوم قبل الإفطار. فمن نام يواصل الصيام. ويمنع اتيان النساء في رمضان كله. يعني مسألة الوصال اللي عقب الوصال أيضا كان ممنوع إلا لمن نام. نعم. واحد إذا نام يواصل. نعم. ففيه أحد الصحابة جاء كان مزارع وجاء متعب. وذهبت زوجته تصنع له الفطار فوجدته نائما. قالت ويحة. استيقظ الرجل وأكل. وذهب يبدو أنه أيضا أتى أهله عدل الخصلتين. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هلكت نمت وفعلت وفعلت وفعلت. فنزل جبريل بهذه الآية. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لك. طبعا هذه يفسرون باشرهن أن هذه أنها خاصة بالجماع الذي هو خطر بين لا خلاف فيه في الصوم. ليس مثل المقدمات صحيح فيها جدل مباشرة. لكن قبل هذه يقول هن لباس لكم. هذه فيها نكت جميلة. صحيح جدا. صحيح. القرآن قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. اللباس في القرآن ثلاث أنواع. فيه لباس يستر العورة. وفيه لباس يتزين به مظهر. وفيه لباس حقيقي في الدنيا والآخرة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا. ولباس التقوى لباس يواري السواء هو الذي يستر السواء. والريش ما يتزين به فوق ذلك. ولباس الرياش وكذلك. نعم الرياش. الطير دحين عنده جل. نعم. وعنده ريش فوق ذلك. صحيح. ريش هو جميل. نعم. حتى أن بعض الطيور بالمناسبة يعني يختالوا بريشه بشكل خاص مثلا الطاووس وما إلى ذلك. صحيح. عندهم بيولوجيا عندهم أيضا حركات ونشاطات تتعلق بالريش. الحين درعتنا احنا هذه هذه ريش تحتها ما يستر يواري سواتكم. صحيح صحيح. إذن النساء ثلاثة. نعم. على قدر اللباس. فيه امرأة يواري سواتكم. نعم. وفيه امرأة ريش. وفي امرأة لباس التقوى. وهي ذا صاحبة الدين. زين حتى. فعندما قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن أصبح كل من الرجل وكل من المرأة على ثلاث أحوال. إما أن يكون يواري سواتكم يعني موضوع
يعني ستر شهوة فقط، يعصم الدين، يعصم. وإما أن يكون زينة، زين للناس يحبوا الشهوات، يدخل في النسب والحسب والمال وإلى آخره، من النساء والبنين والقناطر. وإما أن يكون الثالث لباس التقوى، وهذه صاحب الدين وصاحبة الدين، فأظهر بذات الدين تربت يداك، هن لباس لكم. ولباس هنا نكرة في سياق الإثبات تفيد العموم. وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم تختانون تاب عليك، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هنا إشارة إلى النية، باشروا وابتغوا. طيب ما هو الذي كتبه الله؟ ولد مثلا أيوة. يتفاوت الناس في النية، فمن الناس من يأتي لشهوة، ومنهم من يأتي لعبادة وشهوة. فمن قال مثل سليمان، وفي بضع أحدكم سليمان عليه السلام في الحديث أنه قال لأطوفن الليلة بمئة امرأة، كل امرأة تحمل بولد فيخرج مئة ولد جيش يجاهد في سبيل الله. فبدأ بهم ومر على مئة امرأة في ليلة واحدة، وإن لم تحمل إلا واحدة جاءت بشق رجل، عين واحدة وأذن واحدة ويد واحدة ورجل واحد، وهذا هو الجسد الذي وضع له على كرسيه. فلما رآه أناب جسدا لا روح فيه، وعرف أنه لم يقل إن شاء الله، فأناب إلى الله عز وجل، وعلم أن مشيئته لا تنفذ إلا بمشيئة الله. وهذا أيضا، ولا تقول لنا شيء إني فعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. صحيح. فأنت لا تخلق، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. الله الذي يخلق من هذا المني بشرا سويا، فلتكن نيتك أن يخلق الله من منيك من يعبده في الأرض. فإذا جاء ذاك المولد وهذه النية قبل مجيئه، كل أعماله في ميزانك، الولد من كسب أبيه. لكن إذا نوى قبل إيجاده، أما إذا كانت شهوة وجاء ولا نية، فقد يكون كحال أبي لهب، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب ماله معروف، وما كسب اللي هو الولد، ماله هو ولده. نعم ماله ولده. هذه زين. شفت على 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 سنة ما تفضلت ببيانه في أواخر الأشياء بركاتها. شوف في آخر رمضان أقول بعد أن قالوا باشرهن، قال بعد ذلك ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. الله أكبر. هذه إشارة للاعتكاف. وإشارة جميلة جدا. ونحن في رمضان. نحن في رمضان. نعم. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. لا أنا استهوتني باشرهن. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المسجد. الله أكبر. هذا مثل كلوا واشربوا حتى. نعم. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. نعم. شوف. الله عز وجل خلق الزمان وخلق المكان، وجعل عبادات زمانية وعبادات مكانية، وخالف سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وهذا إشارة للزمان، وله الحمد في السماوات والأرض، هذا إشارة للمكان، وعشيا وحين تظهرون رجع للزمان. فالزمان أفضل عند الله من المكان. مكة المكرمة هي أفضل بقعة على وجه الأرض، والمدينة أفضل بقعة على وجه الأرض، لكن الزمن خير من مكة ومن المدينة. إذا حافظت أنت على الزمن فأنت ضامن الجنة بإذن الله، والعصر إن الإنسان في خسر، والضحى والفجر إلى غير ذلك. فالآن إشارة للزمن، باشروهن، هذه الآن وحدة الزمن. زين حتى واضح الزمان والمكان. الآن وحدة الزمن. وحدة زمنية. نعم الآن وحدة زمنية. نعم أنا الآن يعني نعم. الحين والوقت، الحين والوقت والآن. نعم. هذه نعم. كلها وحدات زمنية. صحيح. لكن ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد مكان. زين حد. فلما كان الزمان فتح الباب، ولما كان المكان أغلقه، والزمان أوسع من المكان. زين حد. فدل على سعة رحمته، لأنه ما ضيق إلا في مكان واحد، والأمكنة الأخرى كلها مفتوحة. زين حد. والأزمنة مفتوحة. فإن أردت الزمان فاعتزل المكان. زين حد. طيب هو في الحقيقة حديث فائدته ممتعة، بس نبغى نسألك سؤال، والوقت أيضا يضيق. تفضل. سؤال أخير. نعم. أول الآيات كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم لعلكم تتقون، وآخر الآيات أنا باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكل اشربوا حتى يتم لا تباشرون وأنتم عاكفون ولا تباشرون تلك حدود الله فلا تقربوها. نعم. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. هذه بدأنا بها نعم. وختمنا بها وإن شاء الله نبدأ بها ونختم بها. آمين. أرجو أن نتابع هذا العطاء الثري فيه شمال وفيه أيضا عمق وعلم، ولا يفصلنا عن رمضان إلا أسبوع إلا أسبوعين. يمكن أن نلتقي أيضا في حلقة أخرى ونتابع فيها هذا الحديث الجميل الممتع، ولا شك أن المشاهدين أيضا سيستزيدون بعد أن استزادوا بعد الحلقة الأولى، فهذه أيضا ستزيدهم يعني لطيف. نعم. ونختم بها إن شاء الله. نختم بها. نعم. بعد ما قال هذا آيات الناس لعلهم يتقون، قالوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني حتى لا تأكل مالك وتستقيم تحتاج للصيام. زين. حتى نبقى في الصيام دائما. طيب إذن شكرا لك، شكرا جزيلا الأستاذ محمد علي الشنقيطي، وشكرا للمشاهدين الذين تابعوا هذه الحلقة، وهذه تحياتنا وتحيات الفريق الذي أعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.